السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ طيبين إن شاء الله. معكم أبو إياد، اليوم جايب لكم فيديو جديد، فيديو سنطوري. الآن راح نفتح الرويال باس، توي فاتح اللعبة، ما سويت أي شيء، الدنيا مولعة، إشارات حمراء، يعني في صناديق هنا، في إفنتات، في أشياء مرة كثيرة. الرويال باس موجود، السيزون الجديد موجود، راح نضرب فيه بالتقييم وراح اطلع كل شيء فيه. عندنا اليوم 42000 يو سي باذن الله، راح نشق العجله شق، اي عجلات، اي صناديق، اي اشياء، اي ميثكات داخل اللعبه، داخل الار في، عفوا، في الصناديق. بس خلينا نشوف الصناديق اول، ايش موجود عندنا اليوم. صندوق ربيع البي ام بي ال في ميثك، نو ميثك. This is not good. احنا نبحث عن الميثكات، هذا وشو يا اخوان؟ ما في ميثك، not good. ما يهم، يهمنا بس الار بي الان، ويهمنا الاشياء اللي فيه. خلنا ندخل الان ونضرب بالتقيل فيه ونطلع الاشياء اللي فيه. ديزل موجود، شوف ايش مكتوب، ببجي موبايل، ليتس جو. خلنا نروح الار بي، شوف الار بي سيزل جديد، كم في ميثك، خلنا نسوي متابعه. ايوه عندنا سكنين، مجموع البارع الانيقه، نيكست. الاسلحه تكنولوجيا امس اليوزي، عندنا سكار ال، عندنا الام 16E4، وعندنا اليوم بي 5 طاقة الترقية. طبعا هذا العادية وهذه الماكس، هذه يمكن تكلف $25. شباب وش رايكم بعد ما انزل الفيديو؟ انا راح اكون لايف كل يوم بعد الظهر، نوزع $25 للمتابعين في اللايف على اليوتيوب، نفس اليوتيوب، لين ما ينفك الباند عني في التيك توك، بما ان التيك توك صامطني باند لمدة اسبوع، لكن بستمر باليوتيوب حاليا لين ما ينفتح الحساب يوم 21/5 من هذا الشهر بالميلادي. خلينا نبدا الان نسوي ابجريد الار بي ونسوي خصم 60 يو سي. اوهوهو اخذنا الاليت الان، وابشروا فقط، احضروا لايفي كل يوم بعد الظهر وفي الليل على فترتين، اريح شوي اكل وارجع ابث من بعد العشاء، واحاول اوصل للكونكور هذا السيزون باذن الله، وراح يكون سكواد. بما ان انتم عارفين معضلتي الوحيده في الدنيا هذه اللي هي الانترنت، قبل امس قاعد يفصل جنني، وامس فصل وجنني، لكن ان شاء الله هذا الشيء اللي مانع اني ما العب تصنيف باللايف ستريم. قاعد ألعب تحديات وألعب بوشات من هذه الأمور عشان إذا فصل النت ما أنغبن على النقاط. لكن هذه الأيام رسالة مهمة، شركات الاتصال عندنا رحم أمنا لثلاث سنين يا أخي، النت زبال إلى متى؟ لكن إن شاء الله نقول إن النت يساعدنا شوي وإني أوصل كونكور. أو ماي جاد عندني ميثكين شباب، كم وصلنا آخر مرة؟ كم ميثك؟ 435 ميثك ولا 38 ميثك؟ إذا كان وصلنا 438 ميثك الآن بقفل 440 ميثك، عندنا ميثكين زي ما أنتم شايفين. خلنا نضرب التقيل الآن ونفتحها. واي جمع حسنا، هل ترقب مدري شو؟ خيرني بين واي والطيارة، واي والم 16، واي واللبسة الميثك، غطاء الرأس مو ميثك، غطاء الرأس مو ميثك. خلنا نشوف، عندنا بطايق البروتكت تساعدني كثير بالتصنيف، عندنا أشياء حلوة راح نشوفها من هنا. طيب راح نبدأ فيها واحدة واحدة، شيك عليها، 1 2 3. عندنا السكارة اللبسة، خلنا نشوف الرقصات هذا السيزن، دائما نجيب الرقصات حلوه، واي رهيب هذا القناع والله رهيب، هلمت تجنن حلوه، هذا الصوره خلنا نشوف الرقصه. ايوه اوه ياه، رقصه سريعه، كان سيزنات المضى البربل رقصه البنفسجيه هذه اطول من الميثيك. بس خلنا نشوف الباراشوت، عندي باراشوت ميثيك من صندوق اللبس الذهبيه. لبس نوت باد، صناديق روما، خلنا نشوف الرقصه هذه. ايوه. نوت باد، هذه او هذه. طيب بما اننا الان شرينا الريال باس كامل، خلينا نشيك على اشياء مهمه هنا زي صناديق الار بي. طيب هذه اللبسه ميثك، نعم مجموعه، شوف اللبسه هذه الميثك موجوده هنا، بس هنا كيف اجيبها؟ لازم اضغط البدء تمام واشتري هذه. كيف اسوي الان؟ راح اشتري ار بي من هذه المنطقه يا اخوان، ار بي، خلينا نشوف اللبسات هذه الميثك قديمه موجوده عندي كلها، اللي عليها علامه صح اخضر، كل اللبسات الميثك عندي، ما في اي شيء مو عندي، كلها عندي عليها صح اخضر، وهذا الصندوق الثاني كلها عندي، فما يحتاج يا اخوان. ايش نسوي الان؟ نشتري ار بي، كيف نشتري الار بي؟ نسيت، شراء نقاط، ايوه الار بي، ابشتري ب 10000، اي 9900، كم صار عندي؟ 10000 ار بي، مره ثانيه بشتري 10000، تمام صار عندي 20000 ار بي، باقي عندي 17000 يو سي، بشتري 7000 الان، تمام يصير عندي 27000 من النقاط. هذا موجود عندي في السيزون، لا قصة شعر سيزون الرابع رجعوها، بروح هنا وبحاول اطلع الميثك اللي هنا، وش نسوي؟ نسوي تخطي، ندخل هنا نختار الار بي، بشتري اعلى شيء بالحياة 10000، اعلى شيء، اطلع العجلة كاملة هذه كلها 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 كلها، كم صار عندي؟ 27000 ار بي اول، بال 27000 ار بي راح اشتري كل النقاط، يلا نجرب 20000 كم يديني؟ 1600،
توقعون 1600 راح تفتح لي هذه، اضغط للبدء. بسم الله، كم صار عندي الان؟ 1698. راح ابدا الان. سكبات، تحملوا يا اخوان. تمام، طلعت 600 الان، ممتاز. مرة ثانية الان طلعت 600، شفتم؟ عشان طلع لبسة مثلك واحدة. نروح الشوب الان، شوفوا كم تكلف الوحدة، 1000. صار عندي مثلك ثاني. لا يا بقى، استرداد، موافق، شرينا الان. اوكي، حلوين، ممتاز. صار عندي لبستين مثلك، طلعناها رسمي. عندي غطاء راس مملوك هنا وقناع مملوك، باقي قصة الشعر وباقي اللي يومبي والاشياء هذه، نطلعها الان. واي نات، وين 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 الملاي؟ اضغط للبدء، سوي شراء من هنا يا اخوان، نشتري بالار بي. كم باقي عندي؟ 7000. لا يا بقعة، كم عندي؟ 7068 ار بي. لا لا، ايش فيني مضيع انا؟ اضغط للبدء، نفحن هنا، نختار الار بي، اختار ب 7000 قطعة ار بي، موافق. جاب لي 590. راح ابدا الان اطلعها واحدة واحدة، موافق. كم صار عندي الان؟ اروح اسوي استرداد، 1500. راح اشتري كل شيء هنا، هذا اول شيء راح اشتريه. تمام، هذا واحد، ها حلو. اللي بعده هذا اللي يومبي، نايس. اللي بعده راح اشتري هذه كلها، ايوه جيب يا مدير. وراح اشتري هذه كلها، 48. يلا روح اربي اربي، واي نات. ثلاثة، تجيب لي شيء طيب هنا. كم تجيب لي صندوق؟ 20 بخاخ ب 140، نايس. احتاج البخاخات، وهنا راح اشتري كل شيء. شراء، موافق. اخذتم الاربي يا اخوان، حلو. طيب هذه 30 قطعة بخاخات، ليش ما اسوي زي كذا من هنا واسوي استرداد؟ بطاقة الاربي عندي 3 بطائق اربي، جابت لي 300. طيب نسوي برضو شراء، خلني كم تكلف هذه؟ لا خلنا نسوي شراء للنقاط. شراء النقاط كم يكلف؟ دقيقة خلنا نشوف كم يكلف هذه، عشان مثلا اخذ هذه تكلفني 1500 ار بي. عندي 300، بشتري 1200. لا 1200، احتاج 1200 ار بي فقط. تمام، هنا 1500، نايس، موافق. خلاص باقي عندي 6 ار بي، باقي من الشده كام؟ من ال 42000 يو سي باقي فقط 9000. الان زي ما انتم شايفين، خلينا نحط السكنات الجديده. الهلمت وينها يا إلهي؟ هذا غطاء الرأس، تحسون هذا حلو؟ خلني شيل غطاء الرأس هذا، أيوة يجنن والله مع اللبس المثك والأشياء هذه، يجنن السكن، يجنن مع الانفور M16 الاي ار الدموي، وربي واو. وراح ألعب جيم بلاي بالسيزن الجديد والعب تصنيف، حاليا راح ألعب تصنيف بإذن الله مع الشباب الطيبة، ربي يسعدكم. لكن بالنسبة للجوائز، شيء أكيد ومؤكد بإذن الله في اللايف ستريم كل يوم على قناتي باليوتيوب وعلى حسابي بالتيك توك إن شاء الله بعد 3 أيام أو يومين، بنشوف على حسب، ربي يسعدكم. خلونا ننطلق الآن، ربي يسعدكم، نشوفكم فيديو ثاني. I love you everybody. See you.